شاركت مملكة البحرين في فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول بالرياض تحت شعار تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، وذلك بحضور 40 متحدثا خليجيا ودوليا وأطراف الإحصاء من منتجي ومستخدمي البيانات والقطاع الأكاديمي. تفاصيل أكثر عن هذا المنتدى في تقرير مراسلنا من الرياض سامي الحمود. بمشاركة 40 متحدثا خليجيا ودوليا وأطراف الإحصاء من منتجي البيانات ومستخدميها والقطاع الأكاديمي، انطلقت في الرياض أعمال المنتدى الإحصائي الخليجي الأول تحت شعار تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. وقد شاركت مملكة البحرين بورقتي عمل قدمهما الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة والدكتور نبيل محمد بن شمس مدير عام الإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. تأتي مشاركة مملكة البحرين في الملتقى الخليجي الإحصائي الأول لما تتميز به مملكة البحرين في مجال الإحصاء وفي مجال ربط الأحزاب بتنفيذ أهداف الألفية للتنمية، ويأتي دورنا نحن في وزارة الخارجية في متابعة تنفيذ هذه الأهداف وربطها بعلاقتنا نحن بالأجهزة المعنية والمختلفة في مملكة البحرين، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي من خلاله نسعى أن نربط أهداف التنمية المستدامة بالإحصاء بمملكة البحرين ببرنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 إلى 2030 وبربطها بالاستراتيجية الأكبر ألا وهي الرؤية الاقتصادية لعام 2030. وتناول المنتدى عدة محاور رئيسية، منها طلب البيانات والمعلومات الإحصائية الناشئة من المسارات الإنمائية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة والقضايا الاقتصادية العالمية الناشئة. طبعا دورنا في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول جدا مهم، وهذا المنتدى يأتي تزامن مع إقرار أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015. الدول حاليا من بداية 2016 الدول تسعى أنها تحقق هذه الأهداف عن طريق قياس المؤشرات الأهداف التنمية المستدامة. فدورنا كمركز إحصاء وطني متمثل في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برصد هذه المؤشرات. كما تمت مناقشة توفير المنتجات والخدمات الإحصائية لدعم المسارات الإنمائية الوطنية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون. سامي الحمود، لتلفزيون البحرين، الرياض.